بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله صيامكم وأعمالكم الصالحة. وسؤال اليوم الحادي عشر أو الثالث عشر من شهر رمضان المبارك. سؤال اليوم الثالث عشر، نسأل هذا السؤال، نقول: ما الحكم إذا تعمد الإنسان البقاء على الجنابة حتى طلع عليه الفجر؟ في بعض الأحيان يحس الإنسان في نفسه أنه مجنب، فإذا أجنب في الليل طبعا تعلمون يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر، وهذا الغسل مو مستحب، هذا الغسل واجب. فلو تعمد المكلف وبقي على الجنابة متعمدا حتى أذن أذان الصبح، نعبر عنه بالفجر الصادق، يعني طلع عليه الفجر والشخص لم يغتسل من جنابته، فهو تعمد الجنابة في الليل، تعمد الإجناب ليلا، الجنابة ليلا مع زوجته مثلا، ولم يغتسل، هو مكلف بأن يغتسل، مكلف بأن يغتسل، ولكن إذا لم يغتسل وصار عليه الصباح، طلع عليه الفجر ولم يغتسل، فنعبر عنه بالفقه بأنه ممن تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر. ما هو حكمه إذا تعمد البقاء على الجنابة؟ أولا عليه الكفارة، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يقضي يوما بيوم. فلو تعمد البقاء على الجنابة طبعا ارتكب حراما، وحتى أن الصيام وقضاء الصيام قد يكون ماذا؟ بمثابة العقوبة بالنسبة إليه. نعم، فلذلك يستحب له أن يقضي، وقضاؤه فليكن بنية القربة المطلقة لله سبحانه وتعالى، قضاؤه بنية القربة المطلقة لله سبحانه وتعالى. فإذا يجب عليه القضاء بنية القربة المطلقة لله سبحانه وتعالى، لا بنية العقوبة ولا بنية التشريع، لاحتمال أن يكون هذا الصيام عقوبة بالنسبة إليه، لأنه ممن تجرأ على الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر يجب عليه الصيام والقضاء، أسأل الله سبحانه وتعالى كذلك الكفارة، كذلك يجب عليه الكفارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم بفضله وبمنه وببركة محمد وآل محمد.